الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خمس مسائل يا جماعة. المسألة الأولى مسألة الخلق، اللي بيخلق الله براه، ما في مخلوق مع الله سبحانه وتعالى يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، ما في. وحتى عيسى عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى هذه المعجزة، دي معجزة في حدود معينة، يعني عيسى عليه السلام لا يخلق إنسانا كما يخلق الله شنو؟ إنسانا سبحانه وتعالى، نفس الإنسان ونفس الشكل ونفس العمر وكذي، وإنما كهيئة الطير بإذن الله سبحانه وتعالى. وليه معجزة عيسى كانت كذي عليه السلام؟ لأنه يا جماعة المعجزات بتناسب حالهم. لما في زمن موسى عليه السلام كان في سحرة، المعجزة قضت على شنو؟ على السحر ده شط، وما كان فيها سحر. لما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في شعراء وفي شنو؟ جاء القرآن قضى على الناس ذي الشط. لما في زمن عيسى عليه السلام في أطباء وفي شنو؟ جاءت معجزته عيسى عليه السلام، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله إلى آخره. عرفت المسألة؟ وهي اسمها معجزة، يعني معجزة يعني غير النبي ده ما بزول بيقدر يعملها، لأنها بتعجزه، معجزة اسمها معجزة. ولأن الله تعالى تحدى الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، عليك الله في تحدي أقوى من ذا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم برعي ومكاشي وكباشي والبنقة والتوم وكلهم اللي يجوا يخلقوا لنا ضبانة. لاقتك انت السنازي زعلوا، يقول لك ده جاب البرعي، اها انت داري يجيبه منه؟ يعني ما هو البرعي لخبطه، الموضوع ده ذاته لخبطه، انت بس سألنا قول لنا لخبطه وين عشان احنا نوريك. الزول عنده كتاب اسمه اعلام الطريق، البرعي ذاته اعلام الطريق، قال فيه كباشي كم ادى ولد، مش دعا الله والله ادى الولد، لا 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 ما قال كده، قال كباشي كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل، كباشي المتوكل لأمر يكل، كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل، كباشي انت دار كلام أوضح منه؟ ها قال كباشي بدي طفل، والله سبحانه وتعالى قال لك انت اللي بتخلق الطفل عديل كان، قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون. الآيات دي لناس الأصنام ولا ده خطاب لناس بيعقلوا؟ قال لهم أنا فرأيتم ما تمنون، ده خطاب لناس بيعقلوا، لأنه تمنون ديل بشر، وتمنون ديل منو؟ في أصنام تمنون؟ تمنون في أصنام بيتزوجوا وتمنون؟ يا ناس معقول. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ في كلام واضح من ذا؟ يا أخي رب العزة والجلال قال في القرآن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وبعدين يا أخي نحن دارين نسأل الناس السؤال، التاسي الجنة ده جنة العدل يا والده منه الله سبحانه وتعالى، مرة ثلاثة سنة ما ولدت، سنة الرابعة ما ولدت، الخامسة ما ولدت، ودوها للفقيه، فقيه بدي جنى بدي كيف؟ اي زول يقول لك فقيه بدي جنى؟ انا داري اعرف بدي كيف؟ لو بدي بانه المرأة دي يعاشرها كما يعاشر الرجل المرأة، دي دار لا فقيه ولا اي زول بيتزوج؟ اي رجل بيتزوج، صح ولا ما صح؟ لماذا ان نقول الفاظ محسوبة علينا في نهاية المطاف؟ لكن طيب دي مرقت الفقيه ده بدي الجنى كيف؟
بيعمل بيده كده دي وفي حاجات من يده بتمرق انا دار افهم بدي كيف كده بالراحة انت ركز معاي بدي كيف زول بدي كيف اذا كان افضل الانبياء يا جماعة ولا الاولياء مش الانبياء قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي جنو عاقرا نبي قال مرأتي عاقر تقول لي كباشي بدي جنة نبي زكريا عليه السلام قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك منك انت يا الله وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي كرر مرة وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك شفت الكلمة دي شفت الكلمتين ديل والله أي مسلم إقراهن بيغنى عنه تب بيغنى عنه إنه شفت الجنة ده من الله بس ما في كباشي بدي ولا في مكاشف بدي ولا في صايم وده ما أنا بس أوعى زول مريض برا بيسمع علينا ولا تلقاه يتضايق يبقى مارق يقول لك نبسته وينو النبس نحن نقول لك كباشي ما بدي جنة وينو النبس هنا النبس ده مش معروف يا ود فلان وكذا وانتو كذا وعينك كذا مش النبس كذي نحن ما تكلمنا فيه قلنا كباشي ما بدي جنة ده نبس ده نبس بياته لغة ده ما في نقطة نبس ما في ما بدي جنة انت مقتنع انه بدي جنة وما بدي جنة قال كذلك قال ربك قال كلمتين هو علي هين يعني عليك انت شنو صعب لكن علي الله شنو هين اثنين دار تعرفه هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شنو شيئا اذا كان هو خلقك انت كيف ما بيخلق ولدك ولذلك يا جماعة الانسان يلجأ الى الله داير جنة قوم بالله قوم بالليل يا الله اديني جنة يا وهاب هاب لي ذرية 5 سنة ستة سنة 10 سنة 15 20 أو لا 40 سنة ما عندك جنة أسأل الله ودو أعمل السبب أنت أعمل السبب الله بحليك كم مرة أربعة أنت هارش تمشي للفقير ما تتزوج أنت هارش من شنو أنت تزوج أنت عندك مكتار تزوج زايد تزوج يعني مش تزوج تعالى كيف تزوج عزيز لك مرة وتزوج ما الثاني ما في جنة الثالثة ما في جنة الرابعة ما في جنة خلاص انت معناه الجنة عدمه خير لك معناه خير لك اصبر في الجنة كان داير في الجنة اي شيء بدوك هناك في الجنة داير 6 جنيات داير 20 لهم ما يشاءون فيها الدارين هناك معناه الجنة ده في الدنيا دي هنا لك ما فيه خير لأنه الله أحكم الحاكمين فأنت ما تتضايق وأنا والله بعرف مرأة والله الذي لا إله غيره والمرأة دي أنا محرم لي الله يتقبلها ويرحمها توفت والله 18 سنة ما ولدت 18 سنة بعدها ولدت 4 بعد 18 وراجل يا وراجل براو ولذلك أنت ما تتضايق أنت بس تسأل الله وبعد ذلك تتحمل تصبر واصلوا في ناس المجتمع ديل ناس زي الضبانه زن يزنوا لك اها ما في حاجه شنو رصيد جاي ما تصبروا شويه لا ما بقيتوا 3 لا ما بقينا كاختيناك انت امورنا بتمشي لا ما احنا يا ولدي انتوا لسه يا حاجه وبالقوه بيجيبوا بها حبل ما الشغله دي من الله ما شفت زول مشلول تلقاك راعي وما قادر يرفع عنده 6 جنة واحد ينداك شلود ما بتفرفر غمره ما بتفرفر ذاته ولا في جنة ما عنده حاصل ولا ما حاصل حاصل يا اخي شغله دي بيد الله واحد تلقى عنده 7 عمارات وفاضيه مغبره جنة ما فيها واحد تلقى ساكن له في بيت فيه 700 متر في غرفه واحده
وملانا سبعة جنيات. الشفع يرصون زي كراتين اللبن البودرة، شفتها يرصون في السرير كما رصون صاح ولا الصقوع على الحيطة بيقعوا ما في شيء. ما الله رازقون والله الذي لا إله غيره. تلقى في الملجة يبيع في الطماطم وفي النهاية يجاسب فيها كذا دي، وفي النهاية أولاده كمية رزق من الله سبحانه وتعالى الشغلة دي. وهي ما دار صلاح، وإلا الكفار ديل بلدوا ولا ما بلدوا؟ ما جايف الصينيين ديل بالشابة وكيف بلدوا الجماعة ديل بلدوا يا أخو، بلدوا تمام مرات ذاته. فيا أخي في السودان تعتقد إنه في فكيف يدي جنة ودي ذاته؟ والله يا جماعة خيابة والله. أنا أسي شخصيا المرض لو مرضت شفتها ما دكتور دكتور راجل كذا ما بوديه، أفتش وين في دكتور. أنا أكبر كبولها ثلاثة مواصلات وجاسف لما نظل ودخل مرة مع مرة أمور واضحة. يا دينا مرة تودها لي راجل راجل أكشف لها وما شاء الله المبروكة. أقعد هنا مبروكة معاك إنت، أقعد هنا المبروكة وإنت هاك التراب ده أكشحه في مبدة وزع فيك إنت وخلي المبروكة ما وزعك إنت التراب ده هاك أكشحه يعني مبدة جت ما فيها تراب بس إلا ترابي ده هو تراب بكشحوه يشيل في التراب ماشي مبدة تكشحه ترابه في خشمك ما في مبدة. يا أخي رب العزة والجلال قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هسي في كلام واضح من ذا؟ رب العزة والجلال قال لك في القرآن كلام واضح وبين، قال هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الصوفية ده شفت الدراويش ده قالوا الشيخ بدي الجنة، وقالوا الجنة ذاته ممكن يجي بيت الشيخ يقلبه لك لولد عديل كان. انت أسألني قول لي الكلام ده وين؟ انت بس أسألني قول لي وين؟ انا عشان اوريك لك تعريف الناس دي مش قلت وين؟ في كتاب اسمه ليك سلام مني ألفوا البرعي. اما مشكلتنا مع البرعي ده طويلة. البرعي ده يا جماعة ما حل الطاسات بتاعت اللساتك، كان حلاه وبقى ماشي مع طاسات. الزول حل المكنة مرة واحدة، باقي لك الشغلة دي بتدور. حل المكنة وداه وين ما بعرف، لخبطة كده دي وداه لخبطة شالة مرة واحدة. عشان كده الشغلة دي ما بتمش إلا الزول ده يرجعوه يجيب المكنة بدينا، يجيب المكنة يدوك دي لما نجيب المكنة وما بجيبه. وسلم يا ولد القلب البيت ولد. أيوة عشان يشرح البيت ده تحت في تحقيق تحقيق عبد الرحيم حاج أحمد ده واحد من أسباط شنو من أسباط البرعي يعني ودبيته. الزول جاب وقاموا جابوا القصة دي، قال في رجل اسمه أحمد ولد مدني، أحمد ولد مدني ده تلميذ يعقوب الصليحابي، يعقوب الصليحابي تلميذ أحمد الطيب البشير شيخ السمانية وديل شيوخ البرعي. أحمد ولد مدني ده قال البرعي حكى القصة دي، قال في واحد من التلاميذ جاء للشيخ قال لي يا الشيخ أنا عندي ست بنات يعني بناتي ستة وأريد ولدا ذكرا، دار لي جنى ذكر ذكرا وأنا أصلا بناتي ستة، مش مفروض يسأل لي الله سبحانه وتعالى يا الله اديه جنى ولد ذكر ذكر مش مفروض يكون كذي؟ قال له أحضر لي واحدة منهن. هن كم؟ ستة. ركزوا معي كويس وانتوا جنيات برضو ركزوا، أنا احنا بنموت انتوا برضو تجوا بعدنا تجيوا الشغلة دي ان شاء الله. الشغلة دي ما الناس دي ما خلاص بعد ناس لسه سففوا في الناس في التراب سففون سكر، ان سفيته كثير يسوي لك سكر، تسف في التراب بالضريصة وبالحاجات دي جوا كلها تسف في التراب فيه بركة. بركة ولا كابتن ماجد في بركة في التراب ده؟ معقولة يا أخي؟ تاع القبة قال يسيب فيه طعمه سمح، التراب ده طعمه سمح؟ زول لقى طفله يا أخي بيسيب في التراب يقول لك هكا
الطفل يكبر يلقى ابوه بسيف في التراب، هسه دي يحلها كيف الطفل؟ انا داري اعرف الطفل ده انتوا رايكم شنو يحلها كيف؟ مش بالغ فيها ابوه ده، مش بالغ فيها، بيليغ مره واحده والله معقوله يا اخي؟ فنحن نرجع للقصه. قال المره، قال البت واحده من البنات السته، قال له احضر لي واحده الشيخ، احضر لي واحده منهن في صبيحه يوم الجمعه بعد صلاة الفجر. قال فأحضر له واحدة من هذه البنات الست بعد صبيحة يوم الجمعة في الوقت المذكور. قال فتناول الشيخ سبحته، ده اللي بيعكر مزاجنا نحن، سبحة دي في الدين ما في، وما يقول لك للعدد، ده اللي دارين الدين ده يلخبطوه، هسه اللي بيقول لك للعدد ده، قول له أستين لو عندك ربطة أبو خمسينات بتعدها بالسبحة ولا بتعدها بأصابعك؟ بخمسينات، خمسين واحد، خمسين ولا بتعدها بأصابعك زاد؟ بأصابعك. طيب ذكر الله ليه ما تسوي بأصابعك؟ أنت القروش بتعدها، وذكر الله ده الرسول ما عمله بأصابعه صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه بالأصابع، شايل لك سبحة زي جنزير الموتر شغال كر 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 كر، وبلاوي ولالوبة ومصايب، نحن ما زلنا نضيع الزمن. قال فتناول الشيخ سبحته وأخذ يذكر الله تعالى ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ثم قال للبنت هكذا وأشار بيده فقلبت ولدا. بس سبحة، وقال قرأ الآية، هي الآية تفسيرها ما كان، الآية في تفسير ابن كثير، الصحف دي في اثنين، في صحف عند الملائكة وفي اللوح شنو؟ المحفوظ، اللوح المحفوظ ده المكتوب فيه ما بيتغير، رفعت الأقلام وجفت شنو؟ صحف، جفت، هذا الحبر ده لو لين ممكن تغير، لكن جف، بعد ده خلاص موج، طيب، الصحف اللي عند الملائكة دي الله قال لك يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، ده شنو؟ اللوح المحفوظ ذاك ما في، ذاك ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي بعمومه، هناك ما ذيك خلاص اللي اتكتب، لكن دي يمحو الله ما يشاء ويثبت بما شاء هو بما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. خدت الآية دي في غير موضعها، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ثم قال للبنت هكذا وأشار بيدي فقلبت ولدا، يعني قلبه ولد من بيت، قلبه ولد بشنو؟ بالآية دي وبالسبحة. أنت في رمضان وفي غير رمضان مش بتختم المصحف؟ مش قاعد تختمه؟ بتجيب الآية دي ولا بتفطها؟ مش بتقرأ؟ حصل اتقلبت أنت، حصل دقة، يا معقولة يا أخي؟ زول في قلوبها الناس، والله جابوا بيت، الله لما جابوا بيت كان قادر يجيبوا ولد ولا ما كان قادر؟ قادر، لكن قدر يجيبوا بيت. انت شغال معارضه تقول له لا نحن دارين ولد، على كيفك انت؟ ام للانسان ما تمنى؟ ولذلك دي كلها لخبطه. بعدين انا دار اعرف البيت دي القلبوها ولد دي يوم القيامه بيندهوها شنو؟ يعني البيت دي بين ده هو بيت قديم ولا ذات، ودي لو مخطوبه، لو كانت مخطوبه خطيبه ده يقبل وين؟ يقعد يسمع لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم ويقعد يبكي شايل جراح ما يبقى كذي؟ معقول يا اخي؟ انت تقلب لي بس انا خاطب البيت وشايل لي كيسين موز بقطره بتالي سايب وهاك مخطوبه ورده وشنو؟ بعد شوية جاء أدق الباب، وين سارة؟ والله سارة ما في، بقى سامي. معقولة وسارة ما جت وين؟ والله ما قلبوها. أنت يتلمى قبل ما يقلبوك أنت ذاته، شغلة بقت فيها قلب. معقولة يا أمة؟ أنت هذه عقيدة زي دي بتصدقها؟ دي والله مكتوبة في كتاب البرع. قلب البيت والكرامة ذات، عشان أمشي للمسألة الثانية، لكن الشيء بالشيء يذكر. في دي ذاتها، في مسألة الخلق دي ذاتها، الخالق وما الخالق وكذا وكذا، ودي الجنة في كتاب اسمه كتاب طبقات
كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله بخصوص الأولياء والعلماء والشعراء في السودان. قال فيه في شيخ اسمه عوضة في حرف العين، قال شيخ اسمه عوضة، قال من كرامات عوضة واسمه عوضة، انت لاحظت معي اسمه عوضة الزول وذاته اسمه عوضة وعوضة عديل كده. قال عوضة ده من الكرامات جاءته امرأة من القواعد من النساء، يعني شابة ولا كبيرة؟ كبيرة في السن. وقالت له وانا دار لي جنة، يعني دار، قال وشال لها فطير، شال لها فطير وسورة، وسورة بتاعت الجواهر دي والذهب، وشال لها دجاجة. قالت لا انا دار لي جنة، يعني جاته للجنة يعني. قال لها ومعاه زوجة بيكتب بالداري مرات، قال لها ارقدا ارقدا في عنقريبي ده، من القواعد من النساء يعني مرة كبيرة. قال لها انت وزوجك ارقدوا ارقدوا في شنو؟ في عنقريبي، في عنقريب بدي جنة. قال رقدوا في العنقريب، قال لهم اديتكم ولد، اديتكم بيت تكنس البيت بعنقريب، في العنقريب، ما تعرفوا عنقريب ولا شاحن بتاع موبايل، عنقريب عديل. قال لهم رقدوا وكذا، جابوها كرامة عديل بالفطاير، أكل الفطير والدجاج، شال الأسورة، وقال لي لا، قال 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 لهم رقدوا في العنقريب ده وديتكم بيت. وده كله يا جماعة هوس في البلد دي، وأسيت الليلة لو كلامنا ده كله ما عاجبك، لو كلامنا ده كله بعد ينتهي ما عاجبك، أسي لو قلنا ما تنادوا الشيوخ، وما في شيخ بيعلم الغيب، وما في شيخ بيدي الجنة، اللي بيزعلوا منه؟ أسألكم بالله اللي بيزعلوا منه؟ مش الدراويش ديل ذاته اللي لابسين خضر؟ إذا دي شغلتهم هم. ولذلك دي نحن المسألة الأولى، اللي بيدي الجنة الله سبحانه وتعالى. ولو مشيت ليزول، أسي قبل شوي كنت بقرأ في فتاوى الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي من علماء اليمن، قالوا له عديل كذي، قال له الرجل يقود زوجته إلى ولي ويقول بأن هذا الولي يعطي الذرية، قال هذا شرك وهذا كفر. دي دي مسألة واضحة، لأنه في نهاية المطاف يا جماعة اللي بيخلق الله سبحانه وتعالى. يا أخي والله نحن ذاته الناس ديل والله يزعلونا مرة واحدة، ما ممكن يا جماعة نحن في بلد إسلامي نقنع الناس إنه بيخلق الله براو وما في شيخ بيخلق؟ مش الكلام ده مؤلم شديد؟ لو جبت شارون يا أخ ولا ذاك منه ترومبا ولا ترامب ومنو كفار، لو جبتهم قلت لهم اللي بيخلق منه، هل بيقول لك شيوخنا ده اللي بيخلقوا القساوسه بتاعنا ده اللي بيخلقوا؟ إسرائيل مشيت إسرائيل، مش ناس ما كويسين إسرائيل، كعبين وكذا وكذا، وقلت لهم في شيخ بيخلق بدي جنة بيصدقوك؟ يجوا يا اخ في السودان يا اخ مآذن شغاله وميكروفونات وقرآن وتلاوه وناس يصلوا وناس يعبدوا، يقولوا فكي بدي جنة، فكي بدي جنة، كلها هوس يا اخ. ما في دي، دي مسأله يا جماعه متقرره واضحه وثابته، ما في اثنين ثلاثه، انه اللي بيخلق الله وحده لا شريك له. المسأله الثانيه يا جماعه من المسائل الخمسه، انه الغيب لله وحده، ما في شيخ بيعلم الغيب. نازل لخبطوا المسألة دي، واحد قال ده بتاع الختمية، قال كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، وكتاب تاني اسمه فيوض البحور المتلاطمة. في الكتابين ديل من كتب الختمية شيخ قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. جات الغيب ده. البرعي قال في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر. الكتاب الثالث دي كتب الصوفية، كتب الصوفية لابسين أخضر ديل ومرقعين
وشايل له نباريك زي اللوري هوستين، تلقى شايل له بريك في البلد دي، وتلقى مفلفلة، تلقى مفلفلة ولابس له طاقية خضراء ومرقع، ما عارف شغلته دي ما بلبل، وباسم الدين نقول لا يا أخي ديل يا هون الصوفية ديل. في كتاب الطبقات بتاع محمد والضيف الله قال صفحة 116، صفحة 116 طبعة قبل 6 سنوات 2012، قال قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على 3 أقسام صغرى ووسطى وكبرى. نجر زي نجر بس. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء، أبوك الشيخ بيطير يعني تكون قاعد معاه ناخذ لي طيرة كده وجه بيطير وبيجيك راي، أبوك الشيخ ذاته بيطير. قال الصغرى، فالصغرى أصغر أولياء أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. يعني الفكي أصغر فكي بطير. أنت حصل شفت لك زوج طاير؟ حصل لقاك أنت؟ السودان ده مش فيه فكي أكتر وشيوخ ودجاجي لو كذا؟ ورونا زوج طار، ورونا أنتوا لقاكم طار؟ بالنهار لا، أنا غايته بالليل مرة أيام كنت في الجامعة قعدت في الداخلية في بلكونة كذا قعدت فيها من بعد العشاء والله قاعد لما الصبح ده قال الله أكبر، شفتها؟ ما لقيت فكي جا بالليل، يمكن بيمرقوا بالليل زي الأخ زي ذاك في الجحر ذاك اسمه شنو؟ خفاش، يمكن بيمرقوا بالليل النازل بالليل، الليل ده تشت قايت أنا صاحي ما شفتها، واحد جا طاير بفوق أنت بالنهار لاقاك. حصل يوم بتتغدى جاك مركوب شيخ واقع نازل بيطيروا 200 انذار عارف، وقال لك بيطيروا عادين يطيروا في الهواء، عشان كذا ذاك بعدين بيجينا قصيدته ان شاء الله. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكتي، دي بتجينا بعدين ان شاء الله، خطوه هنا وخطوه في مكه، ده كانت ده جكه بيصل وين ما بعرف، اذا خطوه هنا وخطوه في مكه في بلده هناك، وبطيروا عديل بيطير. واس اي فكي لاقاك قول لا زول انتوا قالوا بتطيروا، هس يخد لنا طيره كده يعني دارنا زبيته، قول للناس زول جو في الجامع يتكلموا فيكم، نحن اخوي دارنك تطير لنا عديل السدينه قدام الناس زول، واقرا ايه الكرسي عشان ما يخشك سوي لك سحر تشوف الزول طاير زي الحاوي ذاك بتاع المدارس موسي يدخلها بيجاي ويمرق الاستيكا بيجاي كذب زايد سحر زايد بلبلة. اقرا ايه الكرسي وقول له يلا طير، كان طار قل له اوعك تريك امش طوالي ريحنا في الولد دي ثاني وجه ما بطير يا اخي، طير كيف في زول بيطير وعنده جناحين بيطير عادي؟ قال كلها هوس يا اخو لخبط. قال يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات، وده الشاهد انه مساله الغيب. قال والوسطى نمرة 2 في الشيوخ، قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي. ده ولد ده قال بيقول له شيء كن فيكون، عديل كم في زول بيقول له شيء كن فيكون، ولا اللي بيقول له شيء كن فيكون ده أو أنا الجنيات دي المتكيف منهم جدا مركزين عليهم يضحكوا، ضحكتوا الجنيات يا صوفيا يا أخي أنهم تضحكونا، هسي تضحك يقول لك بتضحكوا مالكم، وزول بيسمع كلام زي ده ما بيضحك، هسي انت كان سمعت كلام زي ده وما ضحكت راجع عقلك انت اللي عندك صامولة حاجة، ما انت شغلتك جاي تسايل. زول قال لك عديل بيقول لك شيء كن فيكون، يا اخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده الله سبحانه وتعالى، وقال ده مقام دفع الله ولدي. قال والكبرى القطبانية، الشيخ يبقى قطب عنده الرتب زي شغل الجيش والشرطة، مريد ودرويش تملى الإبريق وتجيب المصلاية وكذا وكذا، ما تقعد مع الشيخ في عن قريب واحد، يبقى سمعته الرسول ردف معاذ، معاذ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن معاذ في حمار ردف، هسي الشيخ ما بتقعد معاه في عن قريب صح ولا ما صح؟ تمشي يقول لك اقعد تحت يا ولد انت قليل ادب، الشيخ ما بقعده في عن قريب، طيب ده رقدهم في العن قريب قبل ليه؟
كل بلبلة يا جماعة ولولا وسائل وضياع لعقائد المسلمين. والله الذي لا إله غيره ده كتاب اللي هو كتاب محمد والضيف الله، كتاب الطبقات فيه مسألة علم الغيب دي. عشان كده يا جماعة النساوين، بعض النساوين وبعض الرجال الراحت منه شيء طوال يمشوا للفكي. أبويا الشيخ أنا عندي غنماية رايح، والشيخ أحوطها لي يعني يكفر بالله بسبب شنو؟ غنماية. والغنماية ما كافرة، لكن هو يكفر بالله بسبب غنماية بس. امشي والشيخ كذا حوط لي، حوط لك أبوك الشيخ يقول له غنمايتك في الكوشة، امشي القاه في الكوشة قاعد طوالي. بصدق انه الشيخ شنو؟ يقول لك يا اخد عرف الغنماية، عرفها وين ذاته؟ في شيخ في الشقيلاب سرقوا منه عربية، صح ولا ما صح؟ أخونا خالد شقيلاب سرقوا منه عربية، عربية عديل ما عرفها، أغلى العربية ولا الغنماية؟ الشيخ ذاته الفقيه الشيخ سرقوا عربيته ما عرفها، يجيب الغنماية بقدرها زي ما أصل الغنماية لما تروح بتمشي وين؟ أصلها بتمشي الكوشة، بتكون في باقي مربى ولا طحنية مدتها منتهية بتجازفها الغنماية. ما اصله غنماية راحت دي معناها مشت الكوشة معروفة. عشان كده لما المغربية يفتشوا يفتشوا الكوشة ما دار لا فكي. انت تعلم الغيب يا اخي ده كذب زا يا اخي. يا جماعة اقروا القرآن، الله قال في القرآن سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا، القالوا ديل منو؟ الملائكة. وأفضل الملائكة ولا الفقيه السوداني؟ أفضل الملائكة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ملائكة قال لك ما بيعلموا الغيب. انت تياخ تقول لي فكي بيعلم الغيب ويجيب الرائحة وكذا. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي راجل وأي مرأة تمش للشيخ ولا يمش للشيخ لذهب ولا لغنماية ولا لغيره يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ده كفر يا جماعة، ده كفر. تتوب طوالي راحت منك شيء دي، أسأل الله وأمشي أفتح بلاغ. أول شيء أسأل الله، بعد ذاك أنا أمشي أفتح بلاغ لقو خلاص. ما لقو ناس البلاغ دي، ما لقو الله يعوضك. ما تمشي ما شفت يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما دي أداة حصر كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال إنما أشكو بثي وحزني. بثي اللي بيمرقوه باللسان، وحزني ده وين؟ في القلب. بيشكو لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله رجعوا له ولا ما رجعوا؟ رجعوا يا أخ. بعض المفسرين قالوا بعد 40 سنة، 40 سنة هو بحب ولده، بعد 40 سنة لقاه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه بس التوب فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إلى آخر الآية. يا أخي أنت تمشي ليه فكي؟ تقول لي شوف ليه الرايحة، وش الفكي ذاته رايح من الدرب ما عارف ناس، وضرب الحق ذاته ما عارف الفكي يا أخي. لا في زاي زول يا أخي باسم الدين عليك الله. الصحابة ديل فيهم واحد سوى له راكوبة وقعد فيها سوى له بخور
والنساوين يجوا وجرد سبحة. أسألكم بالله في صحابي عمل كذا؟ لأن هذا اللي يعملوا كذا. أنت عبدت الله، لو سلمنا جدلا أن أنت زول عابد لله، شنو ساوي لك كروجة وهيلمانة وماشي وجاي وكذا؟ أفضل أنت ولا موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شعيب عليه السلام والأنبياء بيقولوا وما توفيقي إلا بالله. شنو التساوي لك جوطة ونحن وكذا؟ الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا. الختمية، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا، أيوب دعا الختمية ولا دعا الله؟ أسيدي ما نجرى واضحة. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. ده الختمية. وشيخنا العيدروس عبد الله العيدروس قال دخل عدن، كلام ده في كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق صلى الله عليه وسلم. أنا جايك تاني لعلم الغيب، جايك للمزهرة دي، تعتقد تماما انه ما بزول يعلم الغيب ابدا الا الله سبحانه وتعالى. لو جيبك ده فيه حلاوتين فكي ما بعرفه يا اخ. واحد والله قال لي الفكي شيخ، قال لي في الجزيره، قال لي والله واحد قال مشاغب قاعد جنبه، والله حكى لي القصه دي زول ما كذبت فيها ابدا. قال لي الشيخ قاعد وجنبه واحد مشاغب، قال المشاغب ده حضر القصة يعني، قال جات مرة قالت لها الشيخ دي 500 زمان الألف يعني قبل الجنيه، قالت لها دي 500 ألف ولا دي راح شوفوا لي وين. قال عاين، قال لا ولدك داسي في بورسودان من الجزيرة. شوف الزول ده بصره من الجزيرة وصل لحد وين؟ هي الطيارة دار لها ساعة عشان تصل بورسودان، هو بصره ده كذي لا لاقته حيطة، لا لاقاه عمود ها ولا جبل، من هنا ليه بورسودان؟ جد قال لا ولدك في بورسودان. الزول المشاغب ده قال الشيخ عنده مركوب لابس لي جلابيه، المشاغب شال لي فرده دخلها جوا الجيب ما عريض بتاع جيب. شال لي فرده بعد شويه المره ما قضت شغلتها ما اوهام زي هسي مشت بورسودان لقيته ماف، يقول لها مشيتي وين؟ والله مشيت بورسودان جنب البحر لقيته ماف. يا اخي انا ما قلت لك في السوق جنب المحل البصل؟ قلت تمشي محل البصل يقول لها ده الوقت ده قبل ما تصل انت بيكون مشى لمحل ثاني، يلف ويدور كذا ممكن يلف لها ويدور. قال بعد مرقت المراه مرقت ودته ال 500 عن كذا لقى فرده واحده بتاعت النعلات ما عارفه، قايل المرأة شالتها تتبرك بها الفردة الثانية ولا شنو؟ ألحقوا المرأة يا جماعة شالت النعلات، شالت الفردة قال لها بتاعت النعلات. قال لها الشيخ تشوف الجنة في بورسودان، نعلاتك دي في جيبي ما شفتها؟ والله قال لي أنت الجنة شفته في بورسودان، فردتك دي بتاعت النعلات في جيبي ما شفتها؟ ده ما مستهبل؟ مجرم كبير يا أخي، معقول يا أخي للدرجة دي يا أخي؟ انت قال عبد الله العيدروس في النور البراق قال دخل عدن فقال يا سماء امطري لبنا فاني في عدن. قال فامطرت لبنا، والله في كتاب النور البراق قال السماء. دخل عدن قال لا يا سماء انا جيت عدن كب لبن، كر كبته لبن، ما عارف حق بقر ولا غنم، غاته كبته كر لبن. يعني تخيل انت ماشي في الشارع تجيك جماده في رقبتك مطر بتاعت لبن، لبن عديل كذي كبته لبن عديل، انت بتصدق عقيده زي دي؟ كاتبينها في الكتاب.
وقال والله الذي رفع السماء في نفس الصفحة قال أنا عرشها والكرسي، ده شيخ الخاتمية من شيوخنا عبد الله العيدروس، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. هديل كده في السماء بنام هذه نناغشهم فيها، في داعي نناغشهم فيها؟ والله عندنا أخونا عبد الرحيم في العزبة قال لي، قال واحد من الجماعة دي ذاته ختمية بتعصب لهم عليهم ربه، المهم قال له اسمع شيخكم قال بنى السماء، والله قال بنى السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ دمن البناء الله سبحانه وتعالى، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى آخر الآية. قال لها هاي ترايك شنو؟ السماء دي بناها الله ولا شيخ كنا؟ مش خدت في سؤال واضح؟ وده جوابه دار لي طفل خلي كبير قال له بنوها سوا، قال والله عديل كذا يعني أقسم بالله قال له بنوها سوا، قال دي عقائد في السودان دي شكاية يا جماعه التوحيد ده أبشركم والناس دي ما بنخليهم لأنه لخبة الدين ما ممكن، قال بنوها سوا واس يجيب الصوفية دي الشت أسي الصوفية في العالم شت رصهم فوق بعض بيصلوا السماء بيصلوها هو بيدقوا الدلجة من فوق الرب بيصلوها، والسماء دي تراه خلقها الله أدوها جير بس بيقدروا يدوها جير، وده كم جير ذاته اللي بيكفيها وبياتوا فرشة ذاته يمكن تطلع فوق تلم فيك نجمة تشك ولا تعرف الحاصل، هو انت بتصلى ذاته وياتوا سقالة زي ما قال لك أخونا ده، هو الطلبة ذاته اللي بيصلى منه ذاته، في طلبة بناول لك باغة قدر ده معقولة يا أخي؟ سمع عديل قال بنوها، ولذلك نحن نرجع مرة ثانية علم الغيب ده يا جماعة لله وحده، أقروا القرآن ملائكة ما بيعلموا الغيب، ذكرنا الأدلة سورة البقرة اثنين الجن ما بيعلموا الغيب، شفت الجن ديل ما بيعلموا الغيب لأنه سليمان عليه السلام لما مات هو متكئ على العصايا في بعض الروايات كما يروى وعنده طبعا عرش عظيم وبعضه من قزاز، يعني هون شايفين انه هذاك وهو واقف متكئ على العصاية وهي ابنه من الصباح انتهوا بالليل قريب المغرب ابنه يشوفوه واقف يقولوا معناه ما رضاه البنيان او كلمة نحوه يكسروه تاني بكرة ابنه تعبوا، استمروا على الشغلة دي سنة وهو ماله مات ومتكئ على العصايه لانه الانبياء اجسادهم الارض مالها ما بتاكلها، يعني نوح عليه السلام لليله جسده كما هو، عيسى عليه السلام عيسى ما في السماء، موسى عليه السلام، كل الانبياء ديل في الارض اجسادهم كما هي ولا اصبع ما تغير، فمتكئ على العصايه لما جات شنو دابت واكلت شنو العصايا المنسى، بعد ذاك هو خر على الأرض. قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم الجن دل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، معناهم بيعلموا ولا ما بيعلموا؟ ما بيعلموا، أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب شنو؟ المهين ابنه يكسر سنة كاملة ابنه يكسر، وإذا كان ذي الجن ما بيعلموا الغيب فكده بيعلموا؟ يقول لك عنده خدام، ما في خدام، مما يقول لك خدام ده شياطين، قول له ورينا لهم، قول له ورينا الخدام ديل، وراك لهم أقرا لهم آية الكرسي شوفهم بيقعدوا، كان ما سمعت الشبابيك قالت طق 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 ويبقوا بالين مارقين، معقول يا اخي خدام يا اخي خدام يجوك انت وما يجوا للرسول عليه الصلاه والسلام؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام قرا القران والجن جنبه الا الله حليه، قل اوحي الي انه شنو؟ استمع نفر من الجن بل وحي عرف ان سمعوه، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وآيات في هذا المعنى، ولذلك الجن ما يعلم الغيب، ثلاثة الأنبياء يا جماعة ما بيعلموا الغيب،
دار تعرف المسألة دي؟ الأنبياء دي إلا وحي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لأنه بلغ، لأنه محتاج لبعض علم الغيب عشان يثبت شنو؟ نبوته. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو من ناحية الصدق ما محتاجين، لكن عشان يثبتوا للناس تماما إنه عليه الصدق من الحجج أن الله أوحى لهم ببعض شنو؟ الغيب، لكن ما بيعلموا الغيب من نفسه، وإنما ببعض الغيب الذي يكون عن طريق شنو؟ الوحي. الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآيات دي ابن كثير قال في مشركين وفي مسلمين. المشركون كانوا يحبون انتصار فارس على الروم، لأن فارس مجوس كفار، والروم قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كانوا على دين عيسى عليه السلام منهم، ابقى أهل الكتاب. المسلمون كانوا يحبون انتصار الروم على فارس، والمشركون كانوا يحبون انتصار فارس على شنو؟ لما فارس انتصرت على الروم والكفار فرحوا. الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح منه المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إلى آخر الآية. الخبر ده جمع من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت ذاك الروم ما انتصرت، بعد بقوا الناس منتظرين. أها ده ما خبر جاء، الخبر ده لو طلع صدق معناه الرسول ماله صادق صلى الله عليه وسلم، معناه دعوته دي حق ولا ما حق؟ حق. أيوة. ولو طلع ما صدق معناه كلام الكفار صح ولا ما صح في النقطة دي يعني. وبعد فترة السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعد ذاك حصل الانتصار، فكان في هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت يعني لما نخبر بغيبيات تحصل معناه شنو؟ على صدق. انت يا الفقيه دار تخبر بشنو؟ مش الإسلام ده اكتمل؟ دار تخبر بشنو؟ ومنو لاوح عليك؟ يا جماعة إذا كان إبراهيم عليه السلام بيجيب عجل سمين بيقربوا للملائكة وجوه في شكل بشر، الملائكة بيأكلوا وبيشربوا ولا ما بيأكلوا؟ ما بيأكلوا ولا بيشربوا. ليه قرب لهنا العجل؟ لأنه جوه في شكل شنو؟ بشر. لو كان عارف الملائكة كان جاب عجل، معناه بيعلم الغيب ولا ما بيعلم الغيب؟ ما بيعلم الغيب. ليه سليمان عليه السلام يقول ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين؟ فمكث غير بعيد، هدهد جراجع، فقال الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر الآية. يعني الهدهد قال لسليمان عليه السلام أنا عندي خبر، أنت شنو؟ ما عندك، ما عارف. لو بيعلم الغيب ما كان قال لي هذول أنا عارفه بدري، صح ولا ما صح؟ لكن هناك في القصة قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب إليهم بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون إلى آخر الآية. دي كلها قصة يا جماعة. موسى عليه السلام الخضر قال له شنو؟ قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هل لو كان يعلم الغيب كان بيقول له عبارة زي دي؟ جملة زي دي؟ أنت كيف يا أخي الأنبياء ذا الكت. الله قال يوم يجمع الله الرسل، هذا الكلام واضح من ده، فيقول ماذا أجبتم يا رسل؟ بعد مت الحصل شنو؟ من المعاني قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تجي تقول له يا فقيه مات، ارجفوا منه، أحي يقول لك بيشوف وبيعلم، ما بتشوف ولا إيش هذا
وميت يقولك الزول في قبره بيكشف لنا، بيكشف في وين؟ وخلوا له محل، والسودان ده بيدفنوه، باقي لكن حي ثاني بقوم، ما شفتهم بيدفنوه كيف؟ مطموره ودل لحد ويغرقوا لك. والله في معلمين جوا هناك في المقابر ما شفتهم؟ ولك صلي صلي، شفت انا اصلي ذيل؟ هذول ذيل بالازمه دي بجيوه واسي بي جاي واسي جيوه لك، شفتها تقول بمسطرين بمسطره. بعد جيوه تمام شفتها، بعد ذاك يجيبوك يخطوك جوا. شكاية دار انتقل للمسألة الثالثة، بقى يا جماعة الثانية ما بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة مسألة الدعاء. زول زي ده مات وغسلوه، فكي مات غسلوه ولا ما بموتوا الفكا يده؟ مش بيموتوا؟ غسلوه عديل. وما وشوف واحدين بيموتوا في المستشفيات، البرع إذا قالوا مات وين؟ في مستشفى ساهرون، مش بيشربوا الناس المحايات والبخرات؟ دوك تتبخر وراجل بيتبخر، ما دي جنة ولا جنة؟ خدت اللي بخرة يا أخي، ما في بخرة في الدين، في قرآن تقرأه تنفث في الموية تشرب، ولا تقرأ على المريض ولا تقرأ على نفسك وخلاص. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مش ساوي اللون سكنوا حاتنه ومالنه بزغات يبزغ لك فيه، مش بالراحة مبزغ مالي وبزاغ وحاجات، مش نفس نفس ويديك تقرطع. انت انت تمرض تمشي المسيد يديك قاروح تقرطع، ألفة كلا لما نمرض ما بقرطع المويه دي، بيمشي وين؟ المستشفى. برع مات فيه ساهرون، دربات وحقن حاجات عليهم رب الدوجو، مات في المستشفى. لو شغلته دي بتشفي، ليه مشى المستشفى؟ أنا داير أعرف ليه مش وبخرات بخرة جوا ما معروف مكتوب فيها شنو، عجل عجلول أنت بتتبخر زايد، وفي بخرة. هو أنا والله شاهدت مقطع جايبينه، واحد جايبينه شاب عنده نظارات وجايب له مرة شابة وجنبها أمها ومغطيهم مغطي البيت ببطانية ومولع له منقد جوا ومغطيها ببطانية، والبيت بقى تقحقح وضع زي ده. انت بتقحقح جوا ولا ما بتقحقح؟ بطانيه وجوا لك منقد جنبك مش بتقحقح؟ البيت لما انقحقحت واوهم الناس انه شنو النساوين انه الجن استحضر، يعني جا خلاص قاعد يتكلم. قلت لي شنو؟ قلت لي منو؟ عمتها. ما في عمتها بجاذبه برا وشايل له صوت ويجلد والبيت تقحقح. وقال خطه جوا زي ده عليك الله، دخل الفكي ذاته ما بقحح ويجلد فيها. زول بجلدوه وخاتنه في وضع زي ده ما بكورك؟ معقول يا اخو يدقك ويقول لك فيك 12 عارض هو اكبر عارض في ال 12 فاضل حداية وكذب ساي ولخبطه يا اخ، ده ما كل ما من الدين في شيء والله الذي لا اله غيره. زول يا اخ غسلوه ما قادر يحرك اصبعه ولا قادر يضفر، مات ماد عديل. خدته فوق عن قريب وغسلوه وكفنوه ثلاثة قطع، لفلفوه ما في جيب، ورابطينه ثلاثة ربطات، واحد قصاد الراس واحد في القرين واحد في النص، وشيلوه ودوه زي ما قلت لك حفر المطمور ودى لحد، جابوا العن قريب أربع رجال شايلينه، بيجي براه ولا شايلينه؟ شايلينه يبقى وما بيتحرك، كيف يلحق؟ وشايلينه شيل ويدخلوه جوا القبر ويجيبوا الطوب بتاع الطين ذاك ولا بتاع اسمنت يحطوه طق 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 جيهوك تمام. في ناس برا بقول له في نفس هنا اديه بدوك طين ما بخلوا لك نفس، يعني كان انت حي تورطت خلاص قدام وكتمت بيك جوا الشغله ما في والله انت مره واحد كتمت دي. تعرف واحد كنا في غلوة جاء واحد صومالي بحفظه فيه، بعدين في واحد من بلدهم بلد جنبهم بيشرح له في الدارية بتاعتنا داريتنا دي عن عاميتنا، قال له يا حسين وإذا قيل لك شنو فهذه معناها كذا، وإذا قيل لك كذا فمعناها كذا، ويا حسين إذا قيل لك كتمت ففر بجلدك. قال
قال لا يا حسين الشغلة دي قالوا لك كتمت معناها شنو؟ الشغلة دي فر بجلدك الشغلة دي كتمت ججت. الزول ده جوا دفنوها يا جماعة وخدته وطين وفوق له كابين تراب وراقد بجنبه وعليك الله لو ما أخذت أي شيء هسيت الليلة دي قبل ما تنوم جربها في سريرة همش أرقد بجنبه أنت قال بتقوم أنت لو على ظهرك تراه بتتلوي تقوم على بطنك بتقوم لكن لو راقد بجنبه دي في زول بتلوي بجنبه ده بجاسب ده بقوم كيف ذاته وبعد ده ساوي له تراب وصوفية بسوي له أوضة فكيه ساوي له أوضة وفي الأوضة ساوين باب ما في أوضة في الشريعة تاخد تسويها لي ميت انت قول لي الدليل وين انا بذكر لك الدليل لكن ما في أوضة في الشريعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه يجصص الجصة زي الأسمنت مو يوم تنزل قال لك من هي ده حديث في صحيح مسلم ما بجوز تبني فوق الميت ده ولا مدماك قال لي ساوي لي أوضة وفيها باب وفي الباب في ترباس ما تربس يعني الشيخ ده لو حي وذاته ماله ما تربس وبيطبلة ما شفت القباب دي مفتوحة ساعة ولا فيها طبل طيب وذول مطبول ينادوا ويلحق ده بيمرق بيوين الزول اللي بيمرق بيوين بيخش بيه تحت ولا بجاسفة بيه فوق هو مقبول ذاته يعني داير له زول يفتح له اول شيء والحمد لله في السنة دي والقبلية والقبلية سنوات الفاتت دي الله ورى النازل عجائب اذا صح التعبير والله اسماعيل الولي قالوا الولي برعي قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل ساكن راقد في اللبيط هناك ميت قبة بركة رب وقعت فيه تر 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 ما قدر يثبتها ده اسماعيل في اللبيط في منطقة جنبنا هناك في أنا في رفاع في منطقة وراء الحصيصة غرب الحصيصة اسمها طيبة القرشي سمعتوا بها يا جماعة فيها قبة بتاعت طيبة القرشي ده شيخ فيها قبة القبة دي والذي رفع السماء ويزول ما مصدق كلامي ده صوفي ولا غير صوفي امشي اركب الغرية ده اسأله فيها نفرين ببهوا في القبة الاثنين وقعوا من فوق رب واحد اتكسر والثاني مات وقتي تب مات ده الفكي ده لو بينفع زول بيبهي لك في قبتك في بيتك ده وقع ما تتلقاه انت مين تحت بس مدلية الدكة دي وتلقاه يقول لي اطلع زي الناس بهي زي الناس انا سخنت تحت انت ما توريك دي وانا ما اقول سخن ولا ما سخن عليم ربه لكن انت ما تتلقاه ما في خير هل جزاء الاحسان الا شنو الا الاحسان انت بهي لك في القبة البدعة دي بهي لك فيها وقع ما تتلقاه خلى لما مات ده بينفع باقي لك ناس جريت الدار جايبين قبل 4 سنوات ولا 3 سنوات اسماعيل ده ذاته البرعي قال لك ناديه ما عنده اي شيء اسماعيل ده ذاته غفير وضبحوه جابوا ناس جريت الدار والله الذي لا اله غيره في قصه لما حصل مشكله في مغابر بزيد ورا هناك في ليبيا جايبين واحد اسمه الرضي شيخ قال نحن بعد دوم نسكت قبه الشيخ ادريس على قبة الشيخ إدريس حرقوها واعتدوا على قبة الشيخ أبو زيد وقبليها قال الشيخ إسماعيل الولي الغفير بتاعه ضبحوه طيب وضبحوه ما قدر يحميه راقد الغفير ذاته ضبحوه ما قدر يحميه يحميك أنت من العسيلات تناديه يا إسماعيل الحقنا يا أخذيل بتاعنا وهام يا جمال في العلفون أسرع من التلفون ويا ود بدر من الفقر ويا ابو قرون من العيون ويا ابو العباس من عيون الناس ويا بقصه ما تتوصه ويا ابو حسونه ود حسونه من المدفونه ايش ندفنوا ذاته ودفنوا والدفن مو ذاته يا معقوله حسونه نبقى في بحسونه وفي مدفونه يا اخي ناس يا جماعه ودي الله خيابه زور راجل كده ينادي لميت ده زول خايب يا اخي الميت ده قروش ما بيعرف يحاسبها لك
الدرب تقول له انت مش ميت كذا حاسبه لك ده حاسبه طيب يجيبها لك. ولذلك يا جماعه المساله دي واضحه، الله قال في القران ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه، شوف العظمه دي كيف يا اخي، قال وما يستوي البحران. معلش نحن طولنا عليكم يا جماعه لكن يتحملونا هم نجيكم قريب، بس انتوا يتحملوا ان شاء الله، انتوا اصبروا معانا شوي، والله انا عارفين تعبانين وجايين من شغل ونساوين برا بيسمعوا شكلهم برضو بيسمعوا، والمطر قربت وفي حاجه وقعت بجاي، شايف الناس قاعده برضو جزاهم الله خير الله يثبتنا وياهم. من الجوزي قال مره واحد بيصلي قال في المسجد في نافله يعني في الضحى ولا حاجه زي دي، قال نافله زي دي، قال فسقط جزء من سقف المسجد، قال الجامع جزء من العرش وقع والزول ده بيصلي في الجنب البغاد، قال حتى فزع اهل السوق، ناس في السوق جو جارين فوجدوه في صلاته، بيقول الراجل الزول ده شنو؟ شغال في صلاته، فالناس ديل عليك الله كيف؟ نحسبهم. ولذا ناس عجيبين مره واحده، في ناس بيقول لك نحن معاكم تراه كذي، مما اي عكاز يقول لك اوه شغلتكم دي جابت لها عكاكيز، الناس زي لك خير عندهم زلابية هنا وكذا، في ناس يعني ما انتم، انتم مع ناس ما قاعدين ترى هو الشغله وقعت بعيال، ونسال الله يوفقنا وياكم، لكن احنا ماذا نشتت الكلام، الله قال في القران، عشان انتقل للمساله الرابعه والخامسه، وقدم اخونا احمد برضه يختم لكم ان شاء الله، والناس يتحمل معنا، صبروا يا جماعه، جزاكم الله خير، هاي ما تتضايقوا، شايف ود النار ده قال لك اصبر يا ود النار، الهرشه دي ما كلنا راجعنا، تحمل ليلة تتعشى شهرية تحمل زايد تمشي البيت تحمل بس بينات المطار. فجماعة في رب العزة والجلال قال في القرآن وما يستوي البحران هذا عذب فرات، لقى الله شوف الكلام ده قوي كيف، هسي دي كباية، كباية دي لو نص جاب أخونا ده والنص الثاني جاب ولدنا ده، كبينا ده نص وده نص مويه ومويه وخجيناه، ولا لك مرق نص ده من نص ده تقدر؟ ما بتقدر، لكن شوف الله قوي كيف سبحانه وتعالى، قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ده طاعم وده شنو؟ ملح، وبجرين ليك سوا ويطاقشن، تخيل مويه تطقش مويه وما بتتلخبط معاه، شوف القوه دي كيف، قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا تبغي ماء هذه الماء، لا يبغي ماء هذا على هذا ولا ماء هذا على هذا، فالقوه دي كيف، وقال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، عظمة. وبعد ده قال لك وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني من الطاعم بتاكل ومن المسيخ برضو شنو بتاكل، ثلاثة فوائد، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، هذه ثلاثة فوائد، ده فوق سفينة في النص سمك تحت لؤلؤ، ده في مخلوق واحد، قال لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، بس اشكر الله كثيرة، قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير يعني التمرة تشقة جوا في مصماصة نواة، النواة دي في غشاء أبيض بين المصماصة والتمرة ده القطمير،
قال لك غير الله ما بيملك شنو؟ قطمير. قال بتناديهم دال ما بيملكوا قطمير تناديهم. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. عديل كده في كلام واضح من ده. قال لك ده يا فلان الحقنا ما بيسمع، ولو سمعوا وما بيسمع، لكن مش دار تناقش، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فده يا جماعة المسألة الثالثة. المسألة الرابعة باختصار شديد جدا، إنه يا جماعة الحلف لا يكون إلا بالله وحده. ما بجوز زول يقول وحات النبي، ولا بجوز زول يقول عليك النبي، مش بيقولوا ولا ما بجوز، ولا تقول وحات جناي، ولا تقول وحات الزاد ده، ولا وحات كذا، ولا وحات القعدة دي، وحات أبوي. عند النساوين كثيرة بحلفة. في سنن أبي، في سنن الترمذي وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مش كلام خطير؟ ينفع الله والبملك الضر منه الله سبحانه وتعالى. إياك تعلق لك حجاب، حجاب بتاع سكين، وحجاب بتاع مطوة، وحجاب بتاع طلق، وحجاب بتاع عقرب، وحجاب بتاع محبة. قال تلبسوا جماعة بحبوك، ونحن نساويه بنكرهه. خلي تلبسوا الساوي ذاته. انت زول بيدعو للشرك بتكره ولا ما بتكره؟ تكره. كيف يديك حاجة تخليك تحب؟ واحد حكى لي قصة، قال واحد ادو حجاب، قال بتاع اختفى، يعني تلبسه بتختفي. شوف الإجرام ده كيف. قال مشى السوق لقى لبيت، قال جاء على البيت، قال مسك البيت وكذا بيصارع، قالوا هذول بيقوموا بيمسكوا فيه وشاكلوا فيه. قالوا انتوا شايفيني؟ ما شايفينك كيف هالمسكين؟ وانا ما اختفيت. قال لهم اختفيت كيف يا زول؟ زول ده غشاك زاي واختفيت بتاع شنو؟ في زول بيختفي يا زول؟ تختفي سايتا تختفي، ويعلمك الاجرام يا اخي. في حجاب بتاع تختفي. والله واحد في بزبد، في بزبد اسمه ابراهيم، قال لي الزول معلق في الموتر كمون، قال عشان احفظ الموتر. قال الغنمايه جات لافه اكلت الكمون ومشت وخلت الموتر. يعني ذي الخات انه يحفظ ذاته شنو؟ لما اكلوه ذاته جيهو. والله الذي لا اله غيره انتهوا منه مره. في طفل بحموه يا كمون ولا اللي بيحفظه منه؟ يا اخي الله سبحانه وتعالى قال: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يا الطفل ده أزيد كبير كذي، عشان انا اقدم اخونا احمد، طولنا عليكم والجو وكذا، انا نختم ان شاء الله. أنت ذول كبير كذي وقوي، ندخلوك في البحر ده الموية 10 دقائق ساعة بتحيا ولا بتغرق تموت؟ الطفل جوا بطن أمه في موية ولا ناشف زاي؟ في موية. وعنده نخرين ولا ما عنده؟ وجوا شنو؟ بطن أمه في موية. الموية دي لو نقصت طوال المرض يدخلوها مستشفى، يقول لك الحاجة ووك والواد ده بيسلخ. مش بيقولوا كذا الدكاترة؟ الطفل ده ما غيرك ليه؟ حافظ والله. الأم ذاتها تتوحم، تعال أزعل النساوين، مرة تقول لك والله الليلة نفسي في شطة خضراء، عندها أمزجة غريبة خلاص، ممكن تصحيك نص الليل، يقول لك جيب لي سمك السيدي. والطفل جوا بكون محتاج لحاجة معينة لأنه ما بيتكلم. تقوم المرة تتوحم، والطفل محتاج لشيء ده. وانت ما عارف، بعض الناس ذكر لي كذا عنده علاقه بي. تقوم نص الليل تقول لك جيب لي سمك، انت نص الليل تتقندل تجازف، كان عندك كاره تمرقه موتر تمشي اخر الدنيا يجيب لك سمك، وتلم في الشطه الخضراء المره تجينا تكبها جوا. الطفل ده لو الشطه دي جاته وقعت له في عيونه بيموت ولا ما بيموت؟ في وشه جوا دي الشغله دي حافظه دار حافظه، وتطلع الترابيزه تنزل وتقع مرات حافظه الله. والمرأة نايمة نص الليل، الطفل اديها شلوت تصحى
هي تكون نايمة وهو صاحي، ومرات هي صاحية وهو جوا شنو؟ هي بتطبخ في المطبخ وهو نايم. الشغل ده يا جماعة الناس ما تفكر فيه، انت كذا ما فكر في الموضوع ده بالراحة كده. جوا الله حفظك، جوا 9 شهور في الضيق هذه حفظك، مركت برا. قال ثم السبيل يسره، كان ممكن تموت يسر لك كك مركت وتمرك ساجد او مركت بكرعيك الدايم تضغط يقلبوك الا تجي براسك وساجد لله سبحانه وتعالى، وتجي مارق تضرب الجو البارد ده وتتمغى، طفل يتمغى ده يلبسوه يحفظوه يلبسوه كمون يا اخي يحفظ يا اخي. واحد في الشماليه سايق لاتوس ركبنا معاه فيه خير معلق كمون اتوس جديده، قلت له ده الكمون ده ليه شنو؟ سايق متكيفه انا جنبه واحد لك ازني قال لي شوف الكمون ورانا، قلت له الكمون ده ليه شنو؟ بيحفظها مش انا دار دي معروف بيحفظها مش هاي، قال لي بحفظه طوال بحفظه. قلت له دار اسالك سؤالين، عربيه دي صنعها هنا ولا برا؟ قال لي برا. الصنعه علق لها كمون ولا فكازة؟ الصنعه انت خواجه يصنعها كافر، يجيبها لك هنا دي تعلق لها هنا، خواجات دي المبسوقوها مش قاعد يسوقوا برا مالهم ما بعلقوا كمون والله حافظهم يمتعهم في الدنيا دي بعدين قدام يشوفوا. اثنين قلت لك الكمون ده مش مرات بيخطوه في مخازن؟ عليها يخطوه في مخازن. قلت له يلم فيه حرامي شفت يسرق له شوال بتاع كمون تلقى ماشي في الزقاق بالليل سارق شوال كمون، قامت ده ضحكة. قلت له إذا كان حرامي بيسرق شوال كمون قدر ده بيحفظ لك عربيتك وشوال سرقوه أنت بتبقى والله قال لي كلامك صح اقطعه يا اخي قال لي قطعته كشحته بر. قلت لي جزاك الله خير والله يحفظك زول فيه خير لانه قبل النصيحه نحسبه فيه خير. ولذلك يا جماعه بيحفظ الله يا اخي وبيملك النفع الله وبيملك الضر الله سبحانه وتعالى. الناس تعتمد على الله ما تتغش بالناس ذيل والله الذي لا اله غيره. ونحن والله خايفين على الناس من عذاب الله وديل لو تابوا الليله اخواننا واحبابنا نحبهم في الله سبحانه وتعالى. خلافنا معاهم في الموضوع ده. الله ده عظيم يا اخي يا اخي الارض دي كلمه اختم بها الارض دي ان خدتوها مع السماء واحد بس من السبع الشداد واحد بس ان خدتوا الارض دي معاه كحلقه ملقاه في فلا حلقه بتاع السيسي لو جدعتها في الصحراء بتساوي حاجه مع السماء والسماوات السبع مع الارض ان خدتهم مع الكرسي الله قال وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده يعني لا يعجزه لا يكرثه حفظهما ما بيعجز احفظه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. الكرسي مع العرش كحلقة ملقاة في فلاء. شوف العرش ده مخلوق قدر كيف شكري قال لك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 في سنن أبي داود صححه الألباني وقبله صححه الحاكم وافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف العظمة دي قدر كيف أذن لي رسول قال ادوني إذن صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. قال الملك الواحد من حملة العرش عددهم كم ما معروف، ابن عباس قال 8 صفوف الصف الواحد فيه كم ما معروف ده اللي بيحملوا العرش الواحد من الملائكة ديل واحد بس ما جناحه ولا أجنحة ولا كذا بس من أضان لكتفه تركب حصان 700 سنة تجاري بس من أضان لشنو كتفه ده باقي لك من كتفه لك ده قدر كيف شكذا جبريل قال لك عليه السلام عنده 600 جناح وإذا بسط جناحين سد الأفق إن 600 لما نفر 2
الشمس ورا ما بتشوفها شدة ما عظم ودين مغلوبين والعرش وفوق العرش رب العرش سبحانه وتعالى وهو فوق العرش بائن من خلقي لا متكئ على العرش ولا مستند عليه ولا محتاج له سبحانه وتعالى بائن من خلقه الرحمن على العرش استوى وبعد ده فوق اي شيء يعلم كل شيء سبحانه وتعالى انت هذه يدك دي مديتها يدك ولا بر مديتها قال لك حسب شعره كم تقدر والله فوق العرش يعلم شعره شعر ولا راسك ده ولا دقنك فيه كم شعر انت ما عارف والله يعلم له والنمله دخلت ومشت وجات وفي كم شجره ده كله يا اخي عظمه قدر دي كل تخلي الله تمسك في مخلوق بياكل ويشرب ويمشي الخلع ويمشي الحمام وينوم ثاني نص الليل ترتا ابوك الشيخ ده نايم انا ما بتورط العربيه دارت تنقلب الساعه 3 صباحا ويشخر دي يجيبوها لك يرسلوها لك بالبلوتوث ولا دي سواك نايم لكن الله قال لا تاخذوا سنة ولا بالليل بالنهار باي وقت وقال لخبطت الدنيا دي كلها ذنوب ما تسيء الظن بالله طوالي تحت يا الله انا غلطت اغفر لي وتجاوز عني بيتجاوز عنك والناس تبلغ الدعوه يا جماعه وتلحق الامهات والاخوات والاباء والنساء الكبار الفي سكرات الموت بكور كان يا مكاشف ويا كباشي بدل يقول لا اله الا الله يموتا عليها انادا يا فلان وعلان الحقونا الحقونا الناس دي يا جماعه خلونا وحدوا الله ويتركوا الفكيا ويتركوا الدجالين ويعتمدوا على الله ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى بهذا يكون التوفيق والكلام معكم طيب وجزاكم الله خير على حسن استماع واسال الله يرحمنا جميعا جميع المستمعين والمتكلم داخل هذا المسجد وخارجه وان يتجاوز عنا اجمعين وان يعفو عنا اخونا احمد التوم ده ان شاء الله يا جماعه زول شيخنا وكنا دارين فرصه تكون اكبر لكن الامر له ان شاء الله بعد الله اختم لنا المجلس ده ان شاء الله جزاكم الله خير.